انا ترى ما بدنا احنا نزعلك مرات لان بدنا ندخل على الجانب السياسي بس انت تقول ارجعوا لورا. لا لا انا 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 شنو اريد ابو احمد ابو احمد بالحقيقة. ابو احمد مو احنا وصلنا الى نتيجة، احنا كشعب وببساطتنا وصلنا الى نتيجة انه سبب الدمار والمشاكل والاقتصاد السيء هو الادارة السيئة. خلصنا. أحسن. انا شريد اريد اكتسب منكم معلومات. انا اريد اليوم نعم. المستمع ينطيني هسه ابو احمد انت من الناصريه، ولاده الناصريه، هذه المدينه العريقه الكبيره، تكلمني عن اثارها، التقصير اللي صاير بيها، تكلم تفضل. نعم نعم استاذ عمار، العراق طبعا مو فقط الناصريه، من الجنوب للشمال نعم كل الاثار التاريخيه والحضاره موجوده بيه. صح العراق لأن هو قبل الميلاد وبالتالي كل الحضارات هي بالعراق. نعم. لكن العراق تعرض لهذه الآثار والمتاحف تحدثت عنها، تعرض ثلاث مرات. صح. مرة تعرض بوجود عصابة البعث وعائلة المقبور صدام، سرقوا الآثار وضاعوها. لا قبل هذا أكو أبو أحمد. أكو قبلها. الأمريكان. أي. أكو قبلها من 1920. نهبوا المتحف الوطني مال بغداد، نهبوا كل آثاره. نعم. أستاذ عمار بدي أجاوبك بس ما أسمع صوتك، ترى كنت قل للأخوان. يلا يلا كمل. أحكي بالتلفزيون بس ما أسمعك حتى كمل أجاوبك. كمل كمل. أي نعم. أي ب 2003 تم نهب المتحف الوطني ونهب آثار العراق أغلبيتها. نعم. المصيبة الأكبر بعد دخول داعش وعصابات داعش والدول الراعية لداعش. نعم. يعني أكو دول راعية لهالإرهاب. نعم. تم تخريب ونهب وسلب المحافظات الغربية بالكامل، ولاحظنا إحنا شلون الدواعش وكأنما جايين عندهم هدف رئيسي، شلون يفلشون بالتماثيل، شلون يخربون بالآثار، شلون خربوا الحضارات. وبالتالي احنا اي وزاره اللي جاي تجي هسه هذا مو من اهتمامها، لا اهتمامها المتاحف والبحث عن الاثار والدول اللي تهربت الاثار، هذا مو من اهتمامها، قسم من الدول هي رجعت. واما كوزاره عندنا ماكو، الوزاره الحاليه انا طلعت على بث مباشر كان بحضور جابر الجابري على قناه العهد. نعم. يتحدث الرجل على ملفات فساد ضخمة على هذا الوزير الحالي. طيب أسألك بالله، إذا الوزير فاسد يهتم بهذا الشيء؟ حسب ما ذكر جابر الجابري وهو وكيل الوكيل الإداري من الأقدم. فاهمك فاهمك أبو أحمد. أنا فاهم رأيي الشخصي. ايه؟ العراق بهاي المرحلة نعم. يتجه للشركات السياحية اللي هي مو عراقية، ويشرك الشركات العراقية وياها. شركات السياحة أستاذ عمار نعم. تقوم بثلاث مراحل. أول وحدة تطلع على الآثار، تروج للآثار والحضارة بالعراق، وهي تجيب لك السواح على شكل جروبات، وحتى تقدر تسوي لك مرافق لهذا من فنادق من خدمات الشركات العالمية السياحية. نعم يعني صح كلامك أبو أحمد. ولا يدعي الشركات المتخصصة حتى البلد يستفاد.